جينا بقى لتاني لعبة ترابيزة معانا النهاردة هي الاكس او، واحنا ابتدينا الحلقة بتاعتنا نيلي قالت انا بحب العب اكس او قوي، صح؟ صح. بتلعبيها بقى بالطريقة دي ولا بتلعبيها بالورق ولا بتلعبيها بلعب اي حاجة بس بلعبها اكتر بالورق. بالورق اكتر؟ طيب احنا عندنا طبعا الموضوع مختلف عشان بيعتمد على ان انتوا توقفوا الازازة. لو وقفتوا الازازة الاساتذة دول هم اللي هيحركوا الاكس او الاو. جاهزين؟ لو وقعت محدش هيتحرك. حتى لو دوره. يلا نبتدي على طول بالفريق الاصفر. يلا لارا. برافو. حط اكس. ماشي يلا. ايه ده؟ لا يلا لارا. ما جاتش. يلا لارا. ماشي يلا نيل. ماشي ما تعمليهاش قوي فوق عشان تثبت. يلا لارا. ماشي نيل. ايه يا نيلي؟ لارا. نيلي. يا بنتي اعمليها قدام شويه فاتت مره فين؟ يلا 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 لارا. يلا حط اكس. ماشي عادي. يلا لارا. حطه. بص كويس. ركز. لا عادي يا اخته. يلا استنى. برافو. حطه. ماشي يلا نيلي. اول مره على فكره. معلش بقى نعمل ايه؟ والنبي. يلا بقينا نقول اخر مره والنبي. يلا اخر مره يا رب. يلا ها يلا اخر مره يا رب. مفيش. ها يلا يا نيلي. نيلي دورك. العب يا يونس هنا. وبكده يبقى يونس ونيلي اللي كسبوا. الاو هي اللي كسبت. يلا بينا نكمل العاب الترابيزه ونشوف هنلعب ايه تاني.